حضرتكم من جديد. ويمكن في كل مجال في جيل دايما بيسلم جيل، ويمكن كنا بنتكلم بقى في ده انا واحمد الصبح، واحنا الحقيقه حبينا ان احنا نطمن على الجيل اللي جاي واللي هيستلم الرايه مننا. دورنا كتير لقينا ان في نقاط كتير جدا مضيئه، اخترنا منهم النهارده نقطتين منورين جدا. الاول هو فيلم قصير بعنوان مايكروفون، وده كان مشروع تخرج بقسم الاعلام بكليه الاداب جامعه حلوان. والحقيقه الفيلم ده بيرسخ من خلال سياق درامي مفهوم الاعتماد على الذات، كيفية ان انت تحقق هدفك مهما كانت فيه صعوبات قدامك. الحقيقة الفيلم كمان اتعمل بجودة عالية جدا زي ما هنشوف مع حضراتكم خلال الفقرة، وفاز بالمركز الاول من بين مشاريع التخرج. دي كانت نقطة أولى. النقطة الثانية يا أحمد، والنقطة الثانية اللي معانا النهاردة المنورة، كانت في قسم الصحافة في نفس الجامعة، كانت فكرة مجلة مختصة بالحيوانات وكل ما يتعلق بيها بقى. الفكرة دي فعلا نورت لنا الطريق، ونورت طريق الصحافة المتخصصة دايما اللي احنا بننادي بيها ومحتاجينها قوي الفترة اللي احنا فيها. تم مناقشة المجلة واخراجها، وكانت في غاية الروعة، وكمان كان في فريق كبير من نقابة الصحفيين بيناقش هذه او هذا المشروع. لفت انتباهنا حاجات كتير جدا هنعرفها اكتر دلوقتي من ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو. عبد الرحمن يحيى صاحب فكره مشروع مايكروفون، اهلا بيك يا عبد الرحمن والف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. وكمان الجميله اسراء عماد احد القائمين على مشروع زوتوبيا، وده المشروع الخاص بقسم الصحافه، اهلا بيك يا اسراء والف مبروك في الاول كده. واحنا مبسوطين قوي ان احنا بنستقبلكم النهارده، عشان زي ما قلنا دايما في جيل بيسلم جيل، وانتوا جيل شاطر ما شاء الله عليكم. اهلا بيك. ألف ألف مبروك. طبعا كان الجيل بيسلم جيل، ده هي بس هي اللي هتسلم الراية. انا قاعد شوية لسه احنا مع بعض، احنا شرفني طبعا. خلينا نبدأ بإسراء طبعا، ليدز فيرست طبعا، وزوتوبيا مجلة حلوة جدا. بس انت رحت ليه طبعا كنت قسم الصحافة، ولكن رحت ليه للمنطقة دي من مدينة الفاضلة للحيوانات ان انا اعمل مجلة لده؟ هل انت فكرك وفكر فريق العمل اللي كان معاكي عن الحيوانات عامة، او عن انا بناقش الأطفال، الرسالة اللي كنت عايز تعمليها من خلال المجلة ايه؟ عايزه بس اقول ان احنا اخترنا الفكره صدفه جدا جدا، بعد يعني كانت اصعب مرحله بتواجهنا ان احنا ازاي هنختار الفكره او ايه الفكره اللي احنا هنختارها. طبعا بنت صاحبتنا كنا بنتكلم في الجروب، فصدفه كانت بتتكلم يعني بتتفرج على التلفزيون، فقالت تعالوا نعمل مجله حيوانات، وكانت بتتكلم بهزار. فانا واتنين تانيين خدنا الموضوع بجد واقترحنا على الدكتور، وقالت لنا قدموا لي مقترح. قدمنا لها مقترح احنا الاربعه، و يعني قالت لنا الفكره حلوه جدا، وباقي الجروب اقتنع بيها. كانت فكره جايه صدفه، يعني صدفه جدا جدا، ما كناش حاطينها في دماغنا خالص اصلا. احنا مش جايين نخاطب الاطفال، واحنا جايين نخاطب الناس كلها، مش الاطفال بس. يعني المجله يعني احنا عملناها عشان لقينا ان الموضوع مهمش، ما فيش حد مهتم بالموضوع. كل المجلات رايحه للسياسه، للرياضه، للاقتصاد، يعني فكانت بالنسبه لكم فكرة جديده. تمام. حتى استاذ عماد الدين حسين قال لنا الفكره بره الصندوق حقيقي، وكان في اشاده من صاحب من اساتذه كتير هنتكلم عنهم. خلينا الصحفي بي اتش رو نتفرج الاول. نتفرج الاول. ودي يا جماعه كمان المجله اهي زي ما حضراتكم شايفين، هي المجله بتاعه قسم صحافه جامعه حلوان، طبعا كليه الاداب. تعالوا نروح نشوف جزء من الفيديو من مجلة زوتوبيا ونرجع مرة تانية. Ah!
الحلو اللي انا فهمته يا اسراء من فكره الفيديو ان انت عملته شكل من اشكال برومو كده لمشروع التخرج بتاعك او للمجله طبعا القائمين على الاشراف على المشروع. انا بالزبط. فهمت صح كده؟ ايوه تمام. احنا كنا عاملين برومو قاصدين ان احنا نوصل بيه فكره المجله اهم الافكار يعني اهم الافكار والجوانب اللي احنا تناولناها في المجله. يعني توضيح عشان يعني اكيد حتى اللي حاضر المناقشه مش هيقدر يمسك المجله كلها من الطلبه او من اهالينا او كده ويعرف فكره المجله صحيح. بالكامل فاحنا كنا لازم نوصل له اهم الزوايا اللي فيها. شفت الفكره المحترمه الجديد بقى بتاع العالمين الجداد مش احنا انا ما انا قلت لك انا هسلم خلاص بقى بلغه بصريه من خلال الفيديو عشان يسهل حلو جدا على الناس والتسويق اللي هو البصري من الحاجات المهمه جدا لان طبعا. زي ما اسراء قالت ممكن ما فيش حد ممكن يقعد يشوف المجله كلها ويشوف صفحه صفحه فيها برافو. خلينا نروح لعبد الرحمن وفيلم مايكروفون سياق درامي عايزين نعرف تفاصيله وانت المؤلف بتاع الفيلم جات لكم الفكره ازاي وعملتوا ايه؟ مش عارف هي قالت ان فكرتهم جت صدفه. طب احنا برضو جت صدفه انا مش عارف ايه الصدفه دي. ايه الصدفه؟ افكار مشاريع التخرج زي ما قالت اسراء هي اصعب حاجه في المشروع بالظبط ان انت تفكر هتعمل ايه. ببساطه شديده انا كنت في مكان في وسط البلد وركينج سبيس كده فانا قاعد انا بشتغل مسرح فطلب مني ان انا اعمل حاجه على المسرح. خفت بمعنى الكلمه انا خفت فقلت له طب سيبني افكر. في نفس الوقت كنت ببص كده في المكان في نفس حاجه شبه الديكور هنا كده فكان المكان بيبيع تابلوهات لقيت 6 تابلوهات ورا بعض مكتوب عليهم جمله الخوف لا يمنع من الموت لكنه يمنع من الحياه نجيب محفوظ. قلت لا بس دي علامه فكلمته قلت له انا موافق وقلت في دماغي او في عقلي لو نجحت انا هعمل مشروع تخرجي عن الخوف لان انا حاسس ان هي يا جماعه كلنا بنخاف الخوف معدي كل حاجه بس لو فضلنا خايفين مش هنعمل حاجه خالص بالظبط. انا حاسس ان الخوف لحظه انا كنت يعني احنا محتاجين نوري او نقول للناس اللحظه دي المفروض احنا نتعامل معاها ازاي لانها كسرت ناس كتير ونجحت ناس كتير لما قبلوا عليها حتى الفيلم بتاعنا والتريلر بادئين بجمله مهمه جدا ماذا لو اصبح السجن اختيارا. احنا بنعرض الفيلم على فكره واحنا بنتكلم معاك بالظبط كده فده التريلر بتاع الفيلم فهي دي الفكره فقلنا ان فكره الخوف فكره مهمه جدا لازم نعالجها ففكرت في ازاي اعالج فكره الخوف فما رضيتش اخرج بره السياق بتاعنا احنا اعلاميين فعندنا لحظات خوف حضرتك عندك لحظات خوف قبل الهواء اكيد برغم الخبره وبرغم كل حاجه لازم الكهرباء بتاعت لازم تحصل دي فقلت لازم اعرض دي ففكرت في قصه كده بين شخص بيحب الاذاعه جدا حصل له صدمه وده بتحصل للطبيعي يعني لما تروح لحد مثلا تعمل تيست صوت او حاجه في ناس ممكن تقول لك انت كويس بس في ناس بتقول لك انت سيء جدا ومش هتنفع هو ده النوع هو ده ماكسيمم اللي انا كنت عايزه هو ده ماكسيمم الحاله انا كنت عايز اجيب حد يقول انت مش نافع شوف لك حاجه تانية تعملها فبالفعل عملنا المشهد ده واثر فيه بس ما قالش لاخته اللي هي وحيده هم هي اخته الوحيده وهم ملوش لا اب ولا ام ولا بتاع لان فيلم قصير كنت لازم الم الشخصيات وهو ما قالهاش فبدا يتقوقع على نفسه كده وما رضيش يسيب الحاجه اللي بيحبها وبيذيع من اوضته ويا دوبك 2-3 اصحابه زي ما قال في التريلر كده على الفيسبوك. طب ما تيجي نشوف جزء ونرجع تاني نكمل الكلام. يلا بينا. يلا من فضلكم برجاء الهدوء ايدي التليفون هيبدا حالا مع المذيع احمد راضي. الشهرة احيانا الشهرة بتبقى متعبة جدا بس هي في الحقيقة حاجة تحفة. استنوني في حلقات جاية كتير. كان معكم احمد راضي من قلب الأوضة. بذمتك بصوتي يفضل محبوس في الأوضة كده ومحدش يسمعه؟ بص يا أحمد عشان ما نضيعش وقت بعض، نصيحتي ليك شوف لي حاجة تانية تنفع فيها، بالنسبة بقى للسي في والكلام ده تحطهم على مكتبك. خوفنا بيحبسنا في سجن باختيارنا، وكل واحد فينا بيبقى على مقاس حلمه. عاجبك الإحباط اللي أنت عايش فيه ده؟ عاجبك فشلك وناس أقل منك بيسرقوا حلمك؟ حياتنا هي عبارة عن جولات وكل جولة بنقطة نجاح. الفيلم حلو والفيلم واضح ان فريق عمل اشتغل يطلع صورة حلوة يطلع فكرة حلوة يطلع ملامح الممثلين اللي موجودة تبين المعنى اللي بيتكلم فيه عبد الرحمن اللي اتكلم معانا ان هو ازاي يتخطى الخوف. انا شفت لقطة كده وهو على المايك وخايف انا عارفها اصلا انا اشتغلت ده وعارف الموضوع ده. الشغل حلو قوي. فريق العمل ده مين بقى؟ فريق العمل هو جروب الجروب بتاعي من الدفعه بتاعتي كنا 19 واحد باين
19 واحد، وكنا متقسمين بقى يعني مجموعه للتصوير، مجموعه للكتابه، مجموعه للمونتاج وهكذا، للمونتاج لكل العمليه يعني التنفيذيه كلها من اول الورق لحد النتيجه اللي ظهرت دي. وبس واشتغلنا على الفكره بقى بعد ما خلصنا الورق. طبعا اول ما خلصت الورق كميه بقى لا دي ليه ودي ليه وتعالى بقى وبتاع، استحاله هنا في مصر مش هتعدي سهله كده طبعا. بس وطبعا ده كان مفيد جدا يعني بشكرهم، لان طبعا ما كنتش واخد بالي، اكيد مش واخد بالي من حاجه وبتاع. وقعدنا لحد ما وصلنا للورق النهائي اللي كلنا متفقين عليه تحت اشراف طبعا دكتور هدير راضي ودكتور مايا بالسعود. فقالوا تمام كل حاجه، يلا بينا ننزل ننفذ. نزلنا نفذنا. هو ده 3 ايام تصوير هي. لكن على فترات يعني مثلا احنا مصورين على مسرح وزارة الشباب، فالمسرح احنا كنا واخدين ميعاد وقبلها ب3 شهور. وبالمناسبه بشكر دكتور نائل عماره رئيسه القسم، لان هي اللي سمع يعني هي اللي طبعًا. التصاريح قرفناها في التصاريح قبل ما خدنا، هي متفهمه قوي جدا وجميله قوي جدا صحيح. فبس فنزلنا، فكان على فترات يعني يومين كانوا ورا بعض في اسبوع واحد. واليوم بتاع المسرح كان متاخر جدا فحتى احنا اتاخرنا في تسليم المشروع شويه. احنا لمحت طبعا زميلتي العزيزه سالي سعيد، فلازم اوجه لها تحيه بتمثلك في فيلم طبعا. وكان مخرج متميز محمود، فواضح ان انت جبت برضو مذيعه اذاعيه عشان تعرف تعمل طبعا تمثل، بس بتعرف الدواخل بتاعه بالظبط. كانت متفهمه الورق قوي بالظبط كده. طب اسراء، بلغوكم ان المجله هتتناقش في نقابه الصحفيين، وكان في طبعا اساتذه كبار جدا موجودين في اليوم ده. فرحتوا ولا خفتوا ولا احساسكم كان ايه؟ وعايز اسال كمان على موضوع لجنه التحكيم. هو احنا يعني عايزه بس اشكر نقابه الصحفيين دكتور ضياء رشوان طبعا وعايزه اشكر استاذ عماد الدين حسين واستاذ محمود مسلم واستاذ اسلام عفيفي. عايزه اقول لهم شكرا جدا على ملاحظاتهم، احنا اتعلمنا منها كتير. وشكرا للنقابه عشان استضافتنا ووافقت انها يعني تستضيف ناس لسه بتبدا مشوارها عشان تناقش المشروع. اتبسطنا طبعا في النقابه، ويعني كنا مبسوطين جدا ان احنا رايحين النقابه. اكملنا بقى اليوم اللي ندخلها فيه بالكارنيه فاتبسطنا جدا. بس هي الوقفه قدام لجنه التحكيم ليها رهبه، ليها رهبه اكيد. ده لحد ما حد ما هتعملي الدكتوراه وكل حاجه بالظبط، ليها رهبه. بس احنا اتعلمنا. كان ايه اكتر تعليق عجبكم يا اسراء؟ يعني اكيد جالكم تعليقات عجبتكم قوي او خلتكم تفرحوا، كان ايه اكتر تعليق حصل فيك؟ استاذ عماد الدين حسين قال لنا الفكره بره الصندوق، وقال لنا هم الثلاثه يعني قالوا لنا الفكره اتنفذت بشكل احترافي. احنا ما كناش يعني احنا تعبنا في المجله جدا. احنا كنا جروب من 13، يعني احنا كنا مكونين من 13 شخص. كانت معانا مشرفه دكتوره شيماء العزل. جميله دكتوره شيماء، عايزه اشكرها جدا جدا باسم الجروب بتاعنا بجد. ويعني هي ما كانتش بتعاملنا على اننا طلبه، لا كانت بتعاملنا على اننا اخواتها الصغيرين. حسينا ده جدا منها. وعايزه اشكر صحابي كلهم، وانا مبسوطه جدا جدا ان انا اشتغلت معاهم وفخوره جدا بالمجله. واحنا فخورين بيكم جدا ومبسوطين بيكم جدا والله بجد على المجله الرائعه والفيلم الرائع. باذن الله اكيد ان شاء الله حقيقي. كمان نقطه مهمه كانت فيها اسراء، ان واضح ان جيل الاساتذه سواء الاستاذ ضياء رشوان او اسلام عفيفي او استاذ طبعا محمود مسلم استاذ عماد، الناس دي حابه انها تطلع من الطلاب حاجه وحابه انها تشتغل معاهم. خالص تحيه طبعا كلهم ليهم طبعا على المجهود تم معاكم، وان شاء الله باذن الله تبقوا زملاء اعزاء في مجال الاعلام الفتره اللي جايه. ممكن بس اقول حاجه صغيره، انا كنت مش عارف اقول لوالدتي الحاجه دي، فانا عايز اقولها لها هنا. طبعا معاك ما دام والدتك، انا متعين جدا لوالدتك. انا طبعا بشكر الاول دكتور نائل عماره ودكتور مياب السعود ودكتور هدير راضي جدا ان هم تعبوا معانا. حاجه ثانيه انا عايز اقول، انا عملت فيلم عن الخوف، وانا والدتي طول الوقت لما خدت التراك، انا كنت طالب اصلا في كليه هندسه فسبتها لاني ما كنتش حاببها، فهي طول الوقت عندها تخوف من التراك اللي انا خدته. فانا عايز اقول لها، انا ما كنتش عارف اقول لها ده في وشها والله، فانا عايز اقول لها ان انا اماني باخده من امانك، فلو سمحتي الحاجه بتبقى المستحيل بيبقى ممكن والله لما انت بتامني وبتديني الامان ده. ويا رب دايما بتبقي فخوره بيا واشوف اللمعه اللي في عينيها دي بكل نجاح. واكيد هي فخوره بيك دلوقتي، لان لحظات الخوف دي اللي هي بتبقى هي خايفاها بجد بتاثر عليها جدا، وبحس اني مرعوب فعلا. هي اكيد الاطمئنان خلاص بقى عندها دلوقتي، ومطمنه انها شايفاك نموذج ناجح بمشروعك، وان شاء الله في المجال الاعلامي الفتره الجايه. كل شكر لزميلنا بقى عبد الرحمن يحيى صحفي مشروع مايكروفون، وزميلتنا العزيزه اسراء عماد من قائمين على مشروع يوتوبيا. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم باذن الله الفتره اللي جايه يا رب ان شاء الله. والف مبروك طبعا على المركز الاول. الله يبارك فيك. خلاص يعني براحتك. صباح الورد. ان شاء الله مشاهدينا بكره ان شاء الله هنشوفكم في حلقه جديده من 9 ل 11، وصباحكم صباح الورد.